الله يحييكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم في فقرتنا باستديوهاتنا بالرياض نتعرف على موهبة اللي فرضت نفسها على الرغم من صغر سنها، فبرع في التصوير الفوتوغرافي حتى أصبح أصغر مصور في الشرق الأوسط، وقد نجح بمهارته وصغر سنه في أن يلفت انتباه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله في ميدان الفروسية الذي أقيم بالرياض، حين اقترب بهاتفه الجوال ليلتقط صورة للخيول المتسابقة، فما كان من الأمير إلا أن يقرر أن يهديه كاميرا احترافية متطورة دعم لموهبته. حصل على 25 جائزة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي على مستوى المملكة العربية السعودية. نرحب بضيفنا متعب، ومساء الخير لك يا متعب. هلا والله، يعطيك العافية. الله يعافيك متعب، ما شاء الله تبارك الله. يعني أنت كم عمرك وبأي سنة دراسية الحين؟ أنا عمري 9 سنوات وبثالث. ثالث ابتدائي، ها؟ طيب متعب، يعني احنا قلنا قصة لطيفة للمشاهدين. أول شيء أنت ما كان عندك كاميرا، كنت تصور بجوالك يعني؟ أول شيء كنت أصور بالجوال، يعني أخذ جوال أمي وراح أصور، يعني أمي تطلع مسارح أصورها كذا. بعدين اكتشفت موهبتي أمي شرت لي كاميرا، بعدين رحت صورت بالفرسية. وكنت راقي فوق الصخرة أصور الخيول اللي كانت تتسابق. بعدين نادان الأمير متعب عبد الله حفظه الله، وقرأ بطاقتي شاف اسمي متعب الحضير وشاركت معهم. بعدين الأمير متعب عبد الله أعطاني كاميرا عشان ما يدخل عند الخيول جوا، عشان ما يعني يرفصني ولا شيء. يعني أعطاك كاميرا احترافية عشان تقدر تقرب أنت الصور للخيول، ها؟ طيب تتذكر أول صورة أخذتها متعب؟ أول صورة طبيعة الورود كذا. أول صورة بعدسات الكاميرا. أول شيء أنا لما سألتك قلت لك الكاميرا ما هي بثقيلة عليك إنك تشيلها؟ لا، متعود. متعود عليها؟ طيب إيش 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 الصور اللي دائماً أنت تحب تصورها دائماً؟ يعني صورة الملك سلمان طلعت حلوة، ويعني الخيول يعني كل شيء. كل شيء. أنت تحب التصوير، فأنت تحب أي صورة تصورها، صح؟ نعم. طيب أنت ما شاء الله أخذت كثير من الجوائز، إيش أحلى جائزة أخذتها؟ كل الجوائز حلوة. كل الجوائز. طب ما في جائزة كذا خاصة كانت لك يعني، أو حسيت إنك تعبت في هذه الصورة لما أخذت هذه الجائزة؟ لا. أنا شايفة حتى ما شاء الله شهادات مرة كثيرة يا متعب. ما شاء الله تبارك الله. طيب متعب، الصورة اللي أخذتها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متى أخذتها؟ إيش قصة هذه الصورة؟ حكيني إيش قصتها؟ صورتها بالفروسية، صورت بعدين جاء ناداني هو وشاف صورتها واستانس يعني. يعني صورت الملك سلمان أنت، ها؟ وأنا كنت متحمس يعني، صورت الصورة حلوة. ما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله باين إنك جريء كمان، ما شاء الله يا متعب عليك. طيب طبعا تحلم انك تدخل بموسوعه جينيس للارقام القياسيه، هذا حلم عندك متعب؟ اي هذا حلم، ان شاء الله ادخله. ان شاء الله يتحقق، بدل انت اصغر مصور في الشرق الاوسط. اي اصغر مصور، ان شاء الله ادخل اكبر اصغر مصور في العالم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طب متعب انت عندك هوايه غير التصوير، صح؟ اي الشعر. الشعر، وانت قايل لي انها هذه اول مره حتقولها في برنامج، ما حد يعرف انه غير بس انت مصور، بس الناس اكثرها ما تعرف انه هذه هوايه ثانيه عندك هو الشعر، صح؟ وعندك قصيده انت؟ اي قصيده. طب يلا قول لي ايش هي القصيده. صحيح في عمري طفل، لكن في حلمي كبير، ما عاد املك من صبر، عقلي سبق عمري كثير، اتمنى اني عسكري والحين لحدوده اسير، جندي في ساحات الوغى، او مثل ابو فهد اطير، او مثل ابو فهد اطير، طيار في الجو العدو واذوقهم مر مرير، تستبشر امي مع ابوي، لا جاك العلم الاخير، للدين ثم لجن الوطن، للدين ثم لجن الوطن، للدين ثم لجن الوطن، استشهد الطفل الصغير. صح لسانك يا متعب، صح لسانك، صح لسانك. مين كتبها هذه؟ ايش الوالدة. ما شاء الله، يعني هي هذا شعر الوالدة، ها؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش هو يعني طموحك في المستقبل؟ ايش تبغى تسوي اشياء في المستقبل؟ ان شاء الله اصير تبغى تاخذ دورات ممثل كمان؟ اي ممثل. يعني هذه يعني غير التصوير الفوتوغرافي والحين القاء الشعر، كمان تبغى تصير ممثل؟ اي انا مثلت بدليفري
ومثلت. ايش الادوار اللي مثلتها طيب مثلا؟ دلبري نمت بالهذا بالمطعم وراحوا اهلي وراحوا عني بعدين بالمطعم صرت اطبخ معهم كذا يعني ونسوني. طيب متعب كلمه تحب توجهها في الاخر توجه كلمه لمين؟ اشكر استاذ عبد الله حلباني واشكر جدتي اللي الحين تشوفني. اشوفك جدتك يعطيها الف عافيه ان شاء الله والصحه والسلامه. كنت تشجعك هي كمان؟ اي تشجعني الحين. كل البيت يشجعك يا متعب. اي كلهم. احنا كمان نشجعك وان شاء الله نسمع منك كل 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 خير. يعطيك الف عافيه. الله متعب اصغر مصور في الشرق الاوسط. شكرا لك يا متعب. عفوا. احنا بعد ما نخلص حتصورني ها؟ خلاص. اعزائي المشاهدين كانت هذه فقرتنا مع اصغر مصور في الشرق الاوسط واحنا نتمنى لك كل الخير. اكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته لكن اكيد بعد هالفاصل. في سيدتي بعد الفاصل. مصمم الأزياء سراج سند يبادر لتوجيه أنظار المجتمع نحو جمعية سند للعناية بمرض السرطان.